ما هي القراءة التمهيدية وما فائدتها؟ القراءة مهارة يمكن لأي إنسان تعلمها، وبذلك فهي متاحة للجميع بعكس العديد من المهارات الأخرى، ولكن هذه المهارة تتطلب من الشخص السعي لها وطلبها، وكذلك يجب المداومة على القراءة التمهيدية السريعة، فهي تسمح لصاحبها بتمرير بعض الكلمات دون قراءتها أو قراءتها بالعين فقط، وفي نفس الوقت فهم المحتوى بشكل صحيح. تعد معرفة اسم الكتاب هي أول خطوة من خطوات القراءة التمهيدية، يأتي بعدها الاطلاع على المقدمة والفقرات ومعرفة العناوين الرئيسية. بعد ذلك نقوم بفحص أي رسوم أو جداول موجودة داخل الكتاب، وفي النهاية نأخذ فكرة عن محتوى الكتاب. إن هذا النوع من القراءة هو نوع مميز يسمح لصاحبه بقراءة قدر كبير من المعلومات في وقت قصير للغاية، مما يجعله أكثر قدرة على الإلمام بكثير من الأمور من حوله. القراءة التمهيدية هي ذاتها قراءة التصفح، وتنتشر القراءة التمهيدية بين الأشخاص الذين تعتبر القراءة من هواياتهم، وتنجم عن كثرة قراءة الكتب وإعطائها جزءاً كبيراً من اليوم، مما يجعلها تعطي القارئ صفات تميزه عن غيره. من أنواع القراءة التمهيدية قراءة التصفح، وهي من أبرز أنواع القراءة السريعة، ويتم استخدامها عادة عند تصفح الكتب والصحف، تهدف إلى أخذ جولة في العناوين ونبذة عن مضمونها لاتخاذ قرار الشراء أو البدء في قراءة متمعنة. القراءة الإلكترونية. ظهر هذا النوع مع بروز الكتب والشاشات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو من أكثر أنواع القراءة السريعة شيوعاً في الوقت الحالي، والمغزى من هذا النوع هو البحث حول معلومات بعينها أو قراءة محتوى العناوين الرئيسية لدورة أو كتاب ما، أو متابعة تطورات موضوع ما. القراءة المحددة، وهذا النوع من القراءة السريعة يستخدم لغرض الدراسة أو العمل، وتكون القراءة السريعة غالباً هي المرحلة الأولى لأخذ فكرة عامة، ثم تليها القراءة المتأنية لاستخلاص المعلومات خاصة في الدراسة، ويكون الهدف من القراءة المحددة هو فهم الموضوع وتذكر معلوماته. القراءة الانتقائية، وهذه القراءة لا يكون فيها القارئ مجبراً على قراءة نص كامل، بل لديه الحرية فيما يود قراءته، حيث يمكنه اختيار ما يتشوق لمعرفته وتخطي ما لا يرغب فيه. غالباً يكون هذا النوع من القراءة ترفيهياً أو تثقيفياً، وتعد القراءة الانتقائية الإلكترونية هي الأكثر شيوعاً في العصر الحديث.